أهلا وسهلا بكل مشاهدينا ببرنامج فولو أب. أبرز مواضيعنا لليوم كالعادة، طوابير على أحد أفران العاصمة دمشق تثير الجدل، لغط حول صور لبشار الأسد وعائلته بسواحل تركيا، أما ريما الرحباني ابنة الفنانة فيروز تهاجم مايا دياب. الوطن ليس فندقاً تغادره عندما تسوء الخدمة، عبارة تم استخدامها كثير بسوريا، كانت موجهة للناس اللي عم تترك البلد وتهاجر بسبب سوء الأوضاع المعيشية. بس بالفترة الأخيرة الأوضاع المعيشية ساءت لدرجة حتى اللي بقيوا بالبلد صاروا يتمنوا لو طلعوا منه. المواطن السوري عم يقضي ساعات يومه بين طوابير الخبز والغاز والبنزين على الرغم من خطورة التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا. صورة من فرن بالشام لرجال متكومين فوق بعض، للأسف هن واقفين هيك لأنه واقفين على صف الخبز بالفرن اللي ممكن تحصل منه أو ما تحصل منه. من التعليقات اللي إجت على الموضوع، مروة كتبت: لك ألف كلمة لاجئ ولا كلمة الله يرحمه، العالم عم تموت كل يوم 100 موتة بهالبلد الزفت، الحمد لله يا ربي إني هجيت من البلد قبل ما موت طقيق. يوتيوبر سوري مشهور اسمه محمود الحمش كمان كتب بوست عن هاي الصورة وعلق: هاي الصورة من فرن من أفران دمشق، ماشي؟ وأول شيء لنخبركم نحن مالنا مساجين وطالعين نتنفس للباحة حتى تعملوا بكل فرن هيك مع العباد، في حدا بيفوت من الباب الخلفي لياخذ 20 ربطة سوا وبينعكس هذا التصرف، بس العالم اللي ملتعنة وواقفة لتاخذ ربطتين طعمي ولادها، هيك مشهد عم يصير مو بس لأنه نحن ما عنا ثقافة الدور، لا، لأنه العالم جوعانة وعم بتذلوها. أما محمود الجبلي فكتب: نظام ظالم وديكتاتوري نهب خيرات البلد ودمره. صورة قديمة كتير انتشرت على السوشيال ميديا أثارت ضجة كون بعض الناس فكروها جديدة. الصورة لبشار الأسد وهو وعيلته على سفينة فاخرة بمدينة بودروم التركية. الناس ونتيجة الضغط الغير طبيعي اللي صاير بسوريا والأزمة المالية وأزمة المازوت والبنزين والخبز وما إلى هنالك فكرت أن الصورة جديدة، ولكن الصورة من عام 2008 قبل الثورة وقبل ما تصير العلاقات سيئة بين الدولتين. بالعكس، بهذيك الفترة سوريا وتركيا كانوا عم يشتغلوا على توطيد العلاقة والصداقة بين الدولتين كدخول بدون فيزا وما في فرض جمارك وهي الأمور. حتى الصحف التركية كانت ناشرة خبر أنه بشار الأسد إجا على بودروم، وكان أيضاً عنوان الخبر: منه سياحة ومنه للسياسة. تفاعل كبير صار على الصور، وخاصة أنه بعض الناس كانت مفكرة أنه الصور جديدة. من تعليقات اللي إجت على الموضوع من أيهم علق وكتب: عم يتشمس على اليخت بنص البحر ونص الشعب ما معه يأكل، والعالم علقانة على الحدود ومانعين دخول البلد لتدفع 100 دولار، بس الإيرانية سياح نياح بالبلد. أما هشام فكتب: صورة عادية عموماً، بتشوف مثلها بكتير صحف لكل المشاهير بكل البلاد، فنانين ولاعبين كرة قدم، رغم أنه بياخذوا احتياطاتهم كرمال يبعدوا عن العين، فما بالك إذا كان رئيس ما بيقدر يتخبى. تعليق آخر من عمر كتب: هاي الصور وصور أخرى انتشرت أمس واليوم على نحو واسع، البعض قال أنه حديثة وآخرون قالوا أنه هي بلادية، تعود هاي الصورة ل 2008 وهي بتركيا. صحيفة صباح حكت عن هذا الموضوع وقالت أنها تظهر بشار الأسد وزوجته في بودروم في أول إجازة لهما في الخارج، وقد قاموا بجولة مع أطفالهم على متن قارب فاخر. رغم الحملات اللي عم تصير من فترة لفترة لمنع إطلاق النار العشوائي بالأفراح وبالأحزان، مثل ما بتعرفوا واحدة من العادات اللي ما عرفنا نقضي عليها إطلاق النار بالأعراس، وأحياناً أثناء التشييع في حال كان شهيد أو مات بحدث وطني بيصير في إطلاق نار كتير. من بيروت اللي جرحى لسه عم يطيب وكل يوم في مطب تاني، لاعب كرة قدم لبناني اسمه محمد عطوي عمره 32 سنة، خلال حضوره لتشييع جثمان أحد ضحايا انفجار بيروت تصاب براسه، عمل عملية واستخرجوا رصاصة من راسه، بس للأسف ما طلع من حالة الخطر وبعد شهر توفى. السلطات فرضت قانون يجرم إطلاق العيارات النارية بالهواء بالسجن من 6 شهور ل3 سنين. من التعليقات اللي إجت على الموضوع، لما كتبت: إطلاق الرصاص العشوائي كارثة ويجب وضع قانون صارم، شو الفرق عن القتل العمد؟ النهاية واحدة مهما اختلف الأسلوب، ومقولة مش عن قصد لا بالأخير تغير النهاية، في روح راحت بسبب هذا الاستهتار. أما سارة فعلقت: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني طالعين بجنازة إنسان ليتسببوا بموت تاني، متى بتبطلوا هالعادة المؤذية؟
أما بسام كامل فكتب: كيف رصاصة عشوائية بالرأس؟ هيدي مقصودة بس باسم العشوائي. أكيد كلكم تعرفوا الغنية اللي غنتها فيروز لبنتها ريما: ريما الحندقة أو يلا لتنام ريما. بس بالفترة الأخيرة صارت المخرجة ريما الرحباني ابنة فيروز هي اللي بتقرر عن أمها ببعض المواقف. مثلاً آخر موقف لقاءها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي اللي رفضت تعطي الصور، وبعد يومين قبلت أنه تنشر الصور. من وجهة نظرها هذا نوع من أنواع إدارة شؤون والدتها. طبعاً ريما توعدت مسبقاً للي بيغني غنية لفيروز بصوته رح يكون مصيره السجن. من كم يوم مر 40 يوم على تفجير لبنان، فقررت الفنانة مايا دياب أنه تغني بحبك يا لبنان يا وطني. خلينا نشوف جزء من هالفيديو. هذا التصرف أثار غضب ريما، فهاجمت مايا وكتبت بوست طويل عريض على حساب الفيسبوك عن حقوق الملكية، وبعدين وجهت كلامها بشكل مباشر لمايا دياب وكتبت: أنت مين تتغني للسوار وللجنوب وتغيري بالكلام؟ اللي بده يسور بده يكون عنده شيء مقنع بشخصيته تيسور، وإلا ينضب أحسن له. بعدين عفوا، يعني مينك أنت تتقرري وإمتى وين محلهم هول الأغاني؟ وتعطينا درس بالأخلاق حشاكي شي جراف. بتعرفيها أنه للأخلاق روحي يا عيني ارجعي لمطرحك، أنت بزيادة عليكي ميشو برنامج الدولاب اللي بيبرم العمى شو هيدا ووين وصلنا. التعليقات اللي اجت على هذا الموضوع من صفحة اسمها أنا كتبت مستاءة: يبدو أنه ريما الحندقة لم تعد حندقة كما تعرفونها، ولم يعد شعرها أشقر ومنقى كما تعتقدون. ليست المرة الأولى التي تشن بها ابنة القديرة فيروز هجوماً على من يتجرأ ويغني لفيروز، وكأن فيروز خاصة بها وحدها وتريد احتكارها واحتكار صوتها بطريقة مبالغ فيها. وقد هددت سابقاً أنها ستقوم بشحت كل من يتجرأ ويغني بصوته لفيروز ويشوه جمال صوتها إلى السجن، وكل مرة تنشر تهديداً وعيداً يثيران حفيظة الجمهور. تعليق آخر من رود كتبت: يعني فيروز لو مو عاجبها هيك ما كانت سكتت على تصريحات بنتها. جاية فيروز تصلح لبنان؟ أما سلمى فقالت: أنا ما بحب حدا يغني لفيروز، بيشوهوا الغنية وبيشوهوا ذكرياتنا الحلوة مع الغنية. قصة إنسانية مؤثرة انتشرت على جميع منصات التواصل لبنوتة صغيرة أمريكية اسمها ريتشل، عمرها 9 سنين وبتعمل كتير من النشاطات الإنسانية والأعمال اللي بالجمعيات الخيرية، حتى تبرعت بشعرة مرتين للأطفال المصابين بالسرطان. بعيد ميلادها 9 قررت ما تأخذ هدايا وكتبت على موقع الجمعية أنه عيد ميلادي ب 12 يونيو واكتشفت أنه في ملايين من الناس بيوصلوا لعمر 5 سنين وبيموتوا لأنه ما بيقدروا يحصلوا على مياه صالحة للشرب. لهيك قررت أنه يكون عيد ميلادي استثنائي وبدي رفقاتي يتبرعوا للجمعية بدل ما يهدوني شيء. للأسف البنت ماتت بحادث سيارة والخبر انتشر بأمريكا والناس تابعوا كيف كانت هاي البنت نشيطة بالجمعية، فجمعت بصفحتها 1,300,000 دولار للتبرعات الخيرية بجميع أنحاء العالم. والدة الطفلة كملت لتحقق حلم بنتها بتوصيل مياه الشرب ل 143 قرية بأثيوبيا عن طريق حفر آبار نظيفة لكل قرية، وهيك قدرت تنقذ 37,000 أفريقي وحتى يمكن أكثر. فقرتنا للفيديوهات الظريفة فيديو لقطيع ماعز بالمغرب، ولكن الماعز ما بيمشي على الأرض. خلينا نشوف. السياحة والسياحة كينزلوا كيبون يشوفوا هالشي، كيبون يشوفوا كيفاش المعزة تطلع الأرقان، كيفاش هاد المعز كيطلع الأرقان.
والمعز كيطلع على تابعي عادي، كيطلعوا كينزلوا باش كيصوروا كذا. هاي كانت اخر الاخبار اللي تم تداولها اليوم معنا، موعدنا بيتجدد معكم بكره بحلقه جديده، مع السلامه.